بيان سور. معنا المنسق العام سيد كمال عويج. مرحبا بك سي كمال. مرحبا بك نور، تحية ليك وتحية كل مستمعين إذاعة حياة، وشكرا لك على هذه الاستضافة وبالاتفاق التوزيع. أنا مدير مهرجان بانوراما في القاهرة. مرحبا بك سي كمال، نتشرفوا مرة أخرى. مدير مهرجان بانوراما بيان سور. شنو أول حاجة خلينا نبداوها نحطوا بيان سور المهرجان في إطار، والدورة قد إيه؟ المهرجان بانوراما في القصيرة التونسية إن شاء الله باش إن شاء الله في الدورة التاسعة إن شاء الله تكون في 2024 في 200 ثقافة في تونس. وحبيت نقول إنه إن شاء الله باش نعملوا باب ترشحات لاستقبال الأفلام في المهرجان إن شاء الله يوم السبت 15 جويلية 2023، ويتواصل باب الترشحات حتى 30 سبتمبر 2023. فوالا، يعني المهرجان غير المانسي كمان وقتاش يبدا فعليا؟ الفعليا باش يبدا ان شاء الله من 6 الى 10 فيفري 2023 ب 200 ثقافه. واضح العام الجاي، ولكن توا تفتح باب الترشحات، هذه هو خطره. من المهم دائما مالغوزمون ساعات الاعلام ما يكونش كافي للنوعيه هذه من المهرجانات، برشا مغرومين يحبوا يشاركوا يلقاو ساعات اللي داتفي، والا يكون يعني البروباغندا تصير وقت اللي المهرجان يبدا ولا قريب باش يبدا، ويقول لك وقتاش انا راني ما سمعتش وما عرفتش كيفاش نبعث وكيفاش شنو شروط الترشح. هذه هو ريالمون اللي باش نحكيوا فيه. من توا باب الترشح تفتح؟ لا، الباب الترشح باش يفتح ان شاء الله اليوم 15 جويلية، يعني الجمعه السبت هذا، لا اللي بعده ان شاء الله باش يفتح. مش هكا يستعدوا مليح مليح الجماعه. الشروط المهرجان كما تعرف نور، انه المهرجان هو متخصص للافلام القصيره، هو اول مهرجان تونسي خاص للافلام القصيره في تونس العاصمه. نعطي أفلام روائية قصيرة، أفلام وثائقية قصيرة، أفلام طلبة، وأيضا أفلام التحريك. بالنسبة للشروط، لازم يكون الفيلم من إنتاج 2022-2023. هو الماكسيموم، ماكسيموم الحدود، يعني الوقت الزمني نستقبل حتى 26 دقيقة. هذا هو. وإلي وسيدة أيضا حاب أقول أنه من المفترض أن الأفلام هذا ما يتعديش المهرجانات أخرى، يعني يعني إكسكلوزيف في مهرجان بانوراما. صحيح، يعني ما فماش حتى مهرجان ما فماش مهرجانات تونسية مشاركة ولا حاجة كيك، ما تبيش تكون عنا احنا فقط. واضح به. تقريبا قداش عندكم فكرة لقبول، يعني قداش العدد الأقصى للترشحات؟ ما فهمتكش شو العدد الأقصى للمشاركات، يعني قداش باش تقبلوا ناويين من ترشح؟ والله مثلا ما منعرفوش قداش واحد قداش باش يستقبل الترشحات، خاطر كل كاتيجوري عندهم افلام معينه، ما عندهمش نعطيهم، فماش اوقات معينه باش نسمو نعطيهم كل شيء. لكن حبيت اقول انه بين قوسين نور، انه السنه الماضيه خلينا باب ترشحات ووصلونا اكثر من 2622 مشاركا، وتم اختيار سنه ماضيه 51 فيلما مشاركا، وتم عرضهم في القاعه تاع الشارع ب 200 ثقافه، نحكي بين قوسين في فيفري 2023. واضح جدا، واضح. هذا هو، يعني تقريبا فقط باش نزيدو نعطيو المعلومه للراغبين توا في المشاركه، كيفاش ينجموا بالضبط يبعثوا او شنو المطلوب بالضبط في الفتره هذه. بالنسبه للاستقبال الافلام، باش تشوفوا تقرا التفاصيل توا على الصفحه الرسميه
المهرجان بانوراما فيلم قصير تولي على الفيسبوك بانوراما انترناسيونال جور فيلم فيستيفال على الفيسبوك, وتشوفوا تقطوا الافلام على السيت www.filmfreeway.com/pcctunisie, ولا تشوفوا تتواصلوا معنا على رقم الهاتف وعلى رقم الواتساب. رقم الهاتف بتاعنا هو 53 14 35 15, معه 53 14 35 15, هذا نمر الهاتف. وعلى الواتساب بتاعنا اللي هو 56 19 19 18, معه 56 19 19 18. حبيت أقول نور إنه هناك فيلمين قصيرين اللي يتوشوا بمهرجان أوسكار المسعف الصغير. تم التصل بي جمعية المسعف الصغير وأرادوا يحبوا يشاركوا الأفلام اللي متوشة في مهرجان أوسكار, في مهرجان أوسكار المسعف الصغير الإسعافي الفيلم القصير, مش يتعطيه في المهرجان بانوراما الفيلم القصير التوني, مش كونوا مشاركين في المسابقة اللي هما الفيلم العمل لمخرج شعات الشاوش, والفيلم تي كونكتي لمخرج أنيس عبسي اللي هو ربحوا في المهرجان الأوسكار اللي تعدى في جوان في مسعف بلدي بالعاصمة. واضح, هذا هو. ان شاء الله بالتوفيق لكل المترشحين, ان شاء الله بالتوفيق في الدوره 9 بيان سور للمهرجان. مشكور جدا سي كمال عويج اللي دخلت معنا, بيان سور مدير المهرجان, يسعدنا جدا دائما انه الحق يكون موجود حاضرين نوعيه هذه من المهرجانات اللي في الاعوام الاخيره وليت موجوده, وتشجع الشباب بيان سور الموهوب, الشباب الراغب بيان سور عنده برشا موهبه في التصوير او في الاخراج او الى غير ذلك, انه يشارك في النوعيه هذه من الافلام القصيره كما قلنا, يعني دوغ نتاعها ماكسيموم نص ساعه. الو سي تري امبورطون انه تكون فما مهرجان يعنى بالافلام القصيره. امير, هو باش نقول خاطر مثلا لي كور متراج هما الافلام القصيره اليوم نعرفوا, خاطر باش تعمل لهم متراج لازم برشا فلوس. برشا مصروف و برشا تجهيزات وامكانيات, دونك ثم عباد نكون احنا المغرومين. الفرصه نتاعهم باش يظهروا معناها الطالون نتاعهم وقيمه خدمتهم وكاليتي نتاع خدمتهم, الفرصه هي الكور متراج, خاطر هي اللي باش تخليه على الاقل تلانسيه حتى عند مخرجين كبار, حتى عند لي سبونسور, معناها غدوه مثلا كيفاش يمشي يطلب دعم, حب يطور الافكار نتاعو ولا يعمل حاجه ما اقوى, يهز معناها يعمل سي في فيه ديكور متراج صغار باش يوريهم للسبونسور برشا حاجات. دونك الاهم انه يلقاو مهرجان ويعرضوا فيه خدمتهم, معناها نجمو نقولوا على الاقل لقاو حاجه هكا منظمه وهيكله مهيكله على الاقل باش يوريو فيها الخدمه نتاعهم. اليوم نعرفوا الحركيه توصيف ومهرجانات وكل شيء, ما في كل شيء معناها مش كان حتى غنية, دونك اي الحوايج هذوما من شانه انهم يشجعوا لي جون, وخاصه باش يمشيو يمارسوا موهبتهم ويوريو شنو عندهم في البلاد, خاطر بالحق اليوم مستحقين للتنوع وللفكر الجديد. بالضبط, تلقاه كان عند لي جون. بالضبط, هذا هو النوعية هذه من المهرجانات تنجم أكيد الدعم الفكرة والدعم الموهبة. مشكورين الناس الكل, وهذه كانت تور دو تابل. تور دو تابل, تور